مره من نهار بديت في التلفازه في المغرب لاول مره كندوز ضيفه في شي برنامج بالعاده كنحشم. من اليوم ما قدرتش نرفض لان مضيفه الثمن الافريقي لنا جات تعتابو هنيه كلهم ناس كنحترمهم وكنقدرهم ونبغي نكون بيناتهم وان شاء الله نتمنى للبرنامج نجاح كبير ويلقى القبول عند الناس حاجه زوينه يتجمعوا لقاءات فنيه بقوه فيها جميع الالوان الموسيقيه هادشي تيفرحنا ونتمنوا كل توفيق لكاع طاقم البرنامج. نقله بالنسبه لي مغامره جديده كنحاول نعيشها ونستمتع بها بكل انواع الفقرات اللي فيها مهمه جدا بالنسبه لي في المسار ديالي المهني لان ستيل اخر كيف ما كنقولوا مجهود اخر طريقه خدمه اخرى وان شاء الله كيف تنقول دائما الله يخلي نقله خفاف على قلوب الناس. الموسم الثاني انا بالنسبه لي في كل مره في كل حاجه كنخدم فيها سواء فاش خدمت في تغريده ولا فاش كنخدم حاليا في ستاند اب وفي اسرتي بالنسبه لي كل حاجه نهار على نهار خاصني نبذل مجهود باش نكونوا احسن. حنا ماشي كاملين مكمولين يا دي شوز ا ابروند كنحاولوا نستمعوا للاراء ديال المشاهدين نحاول نشوف فين غلط فين كاين فين ممكن نحسن نفسي وفين ممكن نعطي افضل باش ان شاء الله نرضيو الجمهور.